واختك ام وضاح ملاقيه عندها بالليوان نفس السحر اللي لقيناه بحوض الزريعه. شو الحكي؟ ايه والله هي قالت لي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقى يا رجال شلون بدنا نأمن على بنتنا تعيش مع هالكرنيبة؟ اه والله ما بعرف يا معبدو. اخ يا ريت هالخطبة لا تمت ولا صارت. الهي يا رب يقطع نصيبهم من هالبنت. لك شو عم تحكي انتي؟ هذا الموضوع لا تفكري فيه بنوب. البنت انكتب كتابها وانا طلاقها ما عندي. بدك اياها تسكن مع هالكرنيبة؟ ايه والله بتروح لنا البنت وبنقول يا ريت اللي جرى ما صار. وين بدها تسكن لكان؟ يصطفلوا يشتروا له بيت لابنهم يستكروا له كره. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا عمو؟ الله يرضى عليك. علي يا ابي الله يرضى عليك. شو وين اخوك رجلي؟ تركته بمشغل يا ابي. ورويدا ما تحسنت؟ لا والله يا رجال لساتها على حالها. ايه والله شئت لتفتيليتها بارض هالديار. هي عم تشطف تصي هالزريعه. وهديك العفريته وينها؟ تقبر قلبي فوق عند اختها ما عم بتفارقها. الله يحن عليها يا رب. شو صار له هالبنت؟ رويدة ما فيها شي يا بي ما فيها شي. شلون ما فيها شي؟ مالك شايفها؟ أبي القصة مبينة. رويدة ما عاد حبته بنوب لصفوان. يعني مثل بيقول الجمال بنية والجمل بنية، واللي ما بيعرف يقول كف عدس. شو قصدك ولا؟ قصدي واضح. عمتي موضح كل الوقت على وز براسة وز براسة، تترك صفارت وتجوز وضح. مبينة القصة. خراسوا لك قسما بالله إذا بتجيب سيرة عمتك على لسانك مرة ثانية أو أختك لا قطع لسانك وزدته للكلاب. أم رجي أم أمرك يا أبي. يا وفية معدو شو الحكي اللي عم يسمعه؟ في شي من هالشي؟ لا أيوه ما في شي من هاد يا رجال. لك ليش هيك عم يحكي؟ لأنه هالكرنيبة مرت عمه هي اللي عم تعبيله براسه. أنت بتعرف يا رجال أن أم وضاح كل عمرها بتحبها وبتموت عليها لرويدة، ورويدة كمان بتحب عمتها. شو فيها هاي؟ بعدين رويدة من كان عمرها 5 سنين لا شافت أولاد عمها ولا شافت أولاد عمتها. ذاتاً اللي بصحلها تكون كني لأم وضاح، ما بتقبل تكون كني لأم صفوان. هذا الكلام صحيح، بس اللي صار صار والبنت كتب كتابها. خلصنا بقى انسونا القصص. إيه بس هن طلاليين ما بيخافوا الله. يا عيب الشوم يا عيب الشوم عليهم. ايوه والسحوره اللي لقوا ببيتهم كان سحوره. لك روح اسال مرت اخوك واختك منين جابوا سحوره ودهوروني فيها. وبنتك كمان دهورتك؟ بنتي كمان انجس منهم. بعدين شو عرفك ما يكونوا هددوها وخوفوها يطلقوها وياخذوا ابنها منها؟ شو عرفك؟ اه قوم روح لعند اخوك محجوب وقل له بدنا نجوز صفوان الجمعه الجايه، شوف شو بيقول لك، بيرضى معك؟ لك شو قل له؟ قلت له اصلا انا قلت له. قلت له وشو قال لك؟ قال لي استنى لحتى يصير 40 ام نجيب. ام نجيب فك عزاها، لك جوزها، جوزها داير من قرنه لقرنه بده يتجوز، يعني ما عاد إلى عزا، اخوك ما له حجه. قل له، خلص بقول له ليش لحتى ما قال له؟ قل له. ليك عدنان وعم نبه عليك من هلا، اختك ام وضاح ما لا جاي على عرس صفوان لا هي ولا ام خيره. ولك يا حرمه شو عم تحكي انتي؟ نسيتي افضال صهري ابو وضاح ولا اختي علينا؟ والله انا هذا اللي عندي. وكمان بتقله لاخوك محجوب انه مرته ما لا فوتي على البيت. ايه ولك وحده بنتها متجوزه عنا ممنوع تزورها؟ بالله شو ليش نسيت شو عملوا فيي؟ مو منعوني عن شوفة بنتي؟ بدي أعمل فيهم مثل ما سأو فيني. ها؟ ايه بس مرتخي ما عملت لنا سحورة. بس يا أبو بس أنا لقيت الحل. أنو حل؟ هلأ منروح على الحمام منفوت عليهم خبط لزق. خبط لزق؟ أنا بدي فرتي. طلع عايش ومتجوز كمان والبيت واستكرينا. شو بقى له حجة أخوه؟ شو بقى له حجة؟ أنت اللي لي شو بقى له ما بقى له حجة؟ معناتها يا بي من بكره لازم تروحي عنده وتنهي هالموضوع معه. قولي على قامتي شبك يا ماما؟ الضبع يا ام الضبع، الضبع كان عم ياكل اخي صفوان. قومي غيري لقيت كرسي. قومي قومي قومي. تعي تقبريني تعي. بس صارت رويدة عندي ما عادت اسأل. بدهم يزوجوني سلمى كان بها، وما بدهم يطلقوها بحفظ. وضاح ابن عمتي عمل له قتله صفوان ابن خالي. قولي عمى
مثل ما عم قلكن وضربوه عمل له قتل حشك ولبك قدام كل العالم. لكولي على قامتي، الله يقصف عمره ويكسر ايدي يا حق. خلاص بقى، وين صارت الخناقه؟ بالساحه. وفيها اعطيني العصاية والشبريه. وشبتك بالعصاية والشبريه؟ شلون شو بدي فيهم يامو؟ هاد الزلمه ابن عمي وخال ابني، شلون شو بدي فيهم؟ وهداك ابن عمتك، برضاي عليك يا امي لا تتدخل. بس عمي ابو وضاح وابي وعمي ابو صفوان اخذوهم مشان يصالحوهم. ها شفت؟ هلا ابو وضاح بحلها. سيك عبدو رجعيهم. هو قال لي جيبهم. وانا بقول لك رجعيهم. شو اعمل؟ خلص رجعيهم. روحي. برضاي عليك يا امي، ما بدنا مشاكل. مشان شو صارت لخنا؟ ما بعرف. ايوه على كلين ليبينوا ايديها ورجليها للقصة، بيصفى لكل حادث حديث. اوعى هيك. هو جاي عم يتهجم على امي، ولو ما طلعته برا البيت كان ضربها. شو؟ مثل ما عمل لك خالي، وليكو قدامك بشحمه ولحمه، واسأله اذا بدك. ولك عم تتهجم على عمتك وبدك تضربها كمان؟ لا اخي، شو يضرب عمته؟ اي والله بكسر راسه، بس بيجوز يعني. عدنان هي كبيرة، كبيرة كثير، وما يفلك. قم. صحيح هذا الحكي اللي سمعناه؟ لا عمي، شو الحكي؟ أنا بدي أضرب عمتي، بس لما سمعت القصة فار دمي شوي، قلت لأجي أفهم شو صار، بجوز نتورت شوي. سمعت أخي؟ سمعت صهري؟ بجوز يعني هو وضاح الله يصلحه. بعد إذنك صهري، خليه وضاح ينادي لأمه. إيه شو عليه؟ يا أبي نادي لأمك. تأمر يا أبي. وهي قصة السحورة اللي عملت لنا اياها صبحية، إلنا ولبيت أخي أبو عبده. ومشان هيك علقتي أنت وياها؟ يا ريت، في شيء أهم. شو هو؟ يا بي خود ابن خالك واطلعوا لبرا. تأمر يا بي. شريت. أخي عم قول انه هي قصص نسوان، بلا ناخذ من عاطفية. خلي اختك تحكي. ها؟ مثل ما بدك اخي، احكي احكي. هي صبحية خانو. شو؟ هذا اللي صار ابن عمي. وليه ما خلصتي عليها؟ طول بالك سهري، طول بالك، والله شغلة مو مستاهلة. مو مستاهلة؟ ولك مرتك اللي عم تطلع حيصيد على بنت اختك، بتقلي ما بستاهل؟ وضاح تركينا شوي. يا عبي شكم عليك، يا عبي شكم عليك. شو بدي اعمل لك اخي، شو بدي اعمل؟ الله بلاني بهالمخلوقة. الله بلاك بهالمخلوقة؟ شو نسيت انك تجوزتها بدون رضا امك وابوك؟ اه؟ طيب شو ساوي هلا؟ طلقها؟ ايه لك اخي طلقها، طلقها. هيك مرة ما بتنحوى بنوب؟ لا لا، هذا مو حل يا ابو عبدو، مو حل. لكن هجرة، هجرة ولك أخي، هجرة. ولك أخي والله مليت، صرت هجرة 100 مرة وما في فائدة. هلأ هي عم تهجرني. يا بي جيب ابن خالك وتعا. حاضر يا بي. شري. يلا بمسوا شوارب بعض وسلموا على بعض. يلا صفوان. خلص صهري، الولد دمه فاير هلا، بعدين منحلها. شو عليه؟ منحلها بعدين. صفوان بوس ايد عمك ابو وضاح واستسمح منه مشان فوتك على بيته بهذا الشكل. يلا اوام اوام. امرك عمي. ايدك خلص يرضى عليك. واصله يشهد علي ربي صفوان وكل شباب الحاره بغلاوه وضاح. يلا عمي تصالح انت وابن عمتك. يلا واطلع بوس ايد عمتك برا، واطلب منها انها تسامحك وترضى عليك. يلا اوام اوام. وهي هي قصه صفوان ووضاح. وشو حكي صبحيه على بنت اختك؟ حكي ما بينحكى، قال بدها تسوي سمعتها بالحاره مشان توقف لجوازتها. يخرب بيتها، والله هي وحده ما بتستحي. لك العمه ما بتخاف من الله. لا تزعلي يا عمي، لا تزعلي، اللي امك اللي عم تعمله الله ما بيريده. لا واللي زاد الطين بله انه صفوان افندي جاي يتهجم على عمته ببيتها. يا عبي الشوم عليه، يا عبي الشوم. ام عبدو
هلا جهزت اغراض رويدة مشان العرس؟ ايه تقبرني، كل شي جاهز. ايه اذا كان خدي هذا الطوق خليها تلبسه بكره وهي مصمودة قدام النسوان. الله يرزقك يا حق. يا بي هذا نقوط مني اليك. يا وانا يا بي مو تكرم عينك انت الثاني. تعي يا بي تعي. ويجوز حلق اليك. الله يخلينا اياك يا بي. وهي لك عمي. اسلموا ايديك عمي. الله يرضى عليك. وانا ابن عمي الهيئة راحت علي. لا يا عبد الله انت الاغلى والاتقل. وشو هو الحجة؟ عمل حسابك السنة بدنا نروح الحج اذا الله راد. عن حقه؟ طبعا عن حقه، لانه صار لازم نروح الحج. روح الهي بشرك بالخير، يصبر بخاطرك يا رجال. بدك يا يبوس ايده لنمر الخشاب، لك الله لا يوفقكم، لك الله ينتقم منكم، يبلى ايده بالكسر الهي، ويبوس ايد عمته كمان لابي للشوحة مرجوحة ولأبو بريس بقى. ايه بس صهري ابو وضاح ما خلى يبوس ايده، يعني الرجل طلع احسن منا، ورويدة بتضل عمته. عمته يبلاها بعم عيونها ان شاء الله. والله انا لولا عمي ابو عبدو ما بقرب لبوس ايده اذا بتطبق السما على الارض، بس مضطر سايره لعمي لبين ما تصير رويدة عندي. لك عفارم عليك، لك ان شاء الله بتطلع على قبري، لك بتفهم بتفهم مثل امك. ولك الله لا يعطي الشيطان صحة، حسبي الله ونعم الوكيل. تعا تقبرني تعا. مثل ما وصيتك ها؟ ما بدنا نعزمهم على العرس؟ لك ما فشلوا، إيه عليم الله بعزم الكلاب ولا بعزمهم. لك تقبرني تطلع على قبري يامو. تربايتك يامو. طول عمري عم استنى الساعة لشوف عراضة صفوان على باب بيتنا، وشوف هالشباب حاملينه وعم بيغنوله، بالآخير نحرم منها. هي آخرتها عرس صفوان، يصير معية نصري. الحق علي، أنا ما خليته يعزم أبو وطة. يا مو شو بدك؟ يو ليش عم تبكي؟ ما في شي. يعني يا مو ما حلك تنسي؟ شو بدي انسى؟ بعرف انت زعلاني لأن هديك المرة عمتي أم وطة عملت لك قتلة. روحي من وشي ولي، روحي من وشي. ايه شو يعني ما حدا غيرك أكل قتلة؟ روحي من وشي ولي، روحي من وشي. بعد لك حفظة تسلك. عجبك هيك؟ شرفتي؟ عجبتك طلعت ابنك هيك؟ بهدلتينا وضغرتينا قدام العالم. حاجة حاجة والله راسي ورم، ما عاد فيني اتحملكم، جننتوني انتو ولادا. جننناكي؟ ولك حدا يا فهمانة بيعمل عرس وما بيعزم المختار؟ 60 عمره ب60 جهنم ما ينعزم. على اساس هو كتير فارقة معه يعني. مين اللي خسران، نحن ولا هو؟ نحن اللي خسرنا، ابنك صفوان اللي خسر. لكن هي طلعة طلعة. طيب روح روح اعزمه وخلصنا. رحت لحتى اعزمه، وبدال ما كحلها قمت عميتها. قلت له صفوان ما عزمك لانه لساته اخذ على خاطره من وضاح، ومشان هيك انا جيت بذات نفسي لحتى اعزمك. ايه وشو قال له؟ شو بده يقول لي؟ قال لي روح عمي روح، انتو لا بينعتب عليكم ولا بينزعل منكم. على كل الاحوال انا من امبارح معزوم على عرس نصري، واذا قضيت بشي. عجبك على الكلام اللي سمعني اياه؟ خلاص تاكل شي هيك الله راد. سميحة بدي أمنك أمانة. شو؟ بتسلميلي على وضح، بتقلي له رويدة بتقلك، إذا ما رح كون إلك ما رح كون لغيرك. رويدة مثل ما لي عم قلك، بتقلي له إذا صار لي شي، إذا صار لي شي بيزرع ياسمين على قبري وبيسقيها كل ما شاف عطشانه. بعيد الشر عن قلبك، ليش عم تحكي هيك؟ بعدين انت هلا صرتي على ذمة صفوان، وبعد شوي رح تكوني ببيته. يلا يا بنات، لك هلا وقت البكي والدموع. لك حبيبتي انت لازم تكوني هلا فرحانه، هذا اليوم اللي بتحلم فيه كل بنت. بعدين عدم المؤاخذه انت مو رايحه لبلد تانية ولا لحاره تانية، انت طالعه من بيت ابوكي لبيت ابن عمك، مو هيك سميحه ولا انا غلطانه؟ بلا هيك. عجبك هيك؟ هي نزعتي الكحلة لنادي الماشطة تساوي لك ياها مرة تانية قبل ما تروح. يسعد مساكم يا جماعة. أهلا مساكم.
شاء الله ألف مبروك. ردوا معي. أوه يسعد مساكي يا فلة أنيسي. أوه يلي قطفتك من البستان على كيسي. أوه قدر الله وجلستي مجاليسي. أوه لكتب كتابك وحط النقد من كيسي. أوه يا بني يا بني. أوه يا إسوارة بإيدي. أوه وكل الأساور طقوا. أوه وانت الباقي لي. يا أبو يلا نقصي. ايه بس شو بكون كلكم مثل الميتين؟ وفي أختي ربطي لي هالمنديل على خصري خليني فرجون كيف بيكون الرأس. هاتي هاتي أختي يلا يلا خبريني يلا. عبدو وقف العرس ونزل البنت وخليها تغير اوعيها. يلا ليش ما نوقف العرس يا رجال؟ عم قلك وقف العرس يعني وقف العرس. ومرت اخوك اللي جاي تاخذ البنت شو بدنا نقول لها؟ ليلى مالك عنا عروس وقلعيها. يا رجال احكي لي اذا صاير شي مشان الله احكي. انت ساوي مثل ما عم قلك وبس. امرك امرك يا رجال. يو هي قالت لي. لازم احكي معها. عمتي قومي معي شوي. وين 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 ام وضاح؟ هي عروسه ابني يا بعدي وانا وامها مننزلها من على الاسكي. انت خليكي مرتاحه. صبحيه بعدي من وشي احسن لك. ها خير شوفي شوفي. ام عبدو قولي لام وضاح تروح تقعد محلها. هي عروسه ابني وانا بنزلها من على الاسكي. انت ما الك عنا عروس. نعم 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 نعم. شلون يعني مالي عنكن عروس؟ مثل ما سمعتي تقبريني ولا طرشاني ما عم تسمعي؟ لا تنسي انه ابني كتب كتابه عليها يعني بيقدر ياخدها غصما عن الكبير والصغير والمقندق بالسرير. صبحية لفية احسن لك قلبي معبى منك. ها لا يا مرتخي ما بيصير هيك. شو القصة؟ ام عبدو اسمعي انا ما كنت بدي نزلها لرويدة. كان في كلمتين بدي احكيهم بيني وبينها. وشو هالكلمتين يا مو؟ اطلعي لبرا وليه؟ اطلعي من بيتي يلا. لا لا يا ام عبدو ما بصير هيك. لا بصير تقبريني واخوك ابو عبده هو هيك بده. اخي يو ماشي الحال انا بورجيكو. روحي حبيبتي درب اللي سد ما يرد. الله لا يردك الهي. والله لسففك التراب والله. يا مو شوفي سالي هالحناين خليهن يحكولك عن الطبخة اللي طابخينا. يا مو هلا مين جاب سيرة الأكل والطبخ؟ امشي ولا امشي قدامي. أم وضاح تقبري قلبي نزلي لي هالعروس من الأسكي نزليها. يو وين رايحين يا جماعة؟ اي والله والله ما حدا بيطلع منكم من هون إلا تاكلوا وتشربوا. وبعد ما نخلص كلياتنا بدنا نروح لبيت أم نصري. لك إن شاء الله ألف مبروك. ما قلت لي خليكي مع رب العالمين وربي بعدي اسمه ما رح ينساكي. الحمد لله الحمد لله يا رب. يو الناس بتبارك للي بيتجوزوا مو للي بيطلقوا. يلا قومي خلينا نروح على عرس نصري نغير جو شوي. روحوا لحالكم وخذوا معكم عليا. يلا قومي 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 خلوني قاعده لحالي مبسوطه مبسوطه مبسوطه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قومي. يلا قومي. بعد ما طلع ابو لطفي من عندي وقلت له خلي ام صفوان تنزل العروس شفت عربيه طويله عريضه وقفت قدام باب المجال واذ سالم بيك جاي لعندي. اهلين سالم بيك. اهلين وسهلين بهالقلب بهالعين. الله يطول عمرك. نورتنا والله. شكرا يا ميت. اهلين طمني عنك كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. صبحوا يا بي. عمرك يا بي. كيف شغلك؟ ماشي الحال الحمد لله. الحمد لله يا ميت. اهلا وسهلا زارتنا البركه والله. شرف سالم بيك. الله يبارك فيك. مري سالم بيك. ايه سيدي انا مستعجل. خير. هذا صفوان ابن اخوك. صفوان خير شو بده؟ من مده اجى لعندي وخطب بنت اختي وكتب كتابه عليها ومن وقتها غطوا ما عاد بين. البنت يتيمه وما لها حدا. انا ولي امرها. نحنا ما بيضحك علينا يا أبو عبدو. ترى اللي بيدسلنا على طرف
مناخد روحه. هلا صفوان خاطب بنت اختك؟ ليش ما عندها خبر بهالقصة؟ لا والله، بس يعني طبعا يعني أنا حصلنا شرف يا بيك. الله يزيدك شرف. بقى اللي بدي اياه منك تقول لأخوك وابنه يعملوا حسابهم يجي يوم الخميس الجاي ياخدوا البنت، وإذا غيروا رأيهم يحضروا لي 250 ذهب عصملية. أوف، 250 ذهب عصملية؟ إيه، لأنه المهر اللي اتفقنا عليه 500 ذهب، وطالما ما تجوزوا بيطلع لها نص المبلغ. البنت يتيمة، أنا ما بدي فرط لها بحقها. خلاص يا بيك، أنت اترك الموضوع علي وأنا بتصرف. إي بعت له حمى إلهي، إيش مفكر بنات الناس لعبة؟ يا أخي وشو صار بعدين؟ البيك حمل حاله وراح، وأنا بعت رجلي نادي العمو بصفوان وصفوان، ولما أجوا صار صفوان بده ينكر، قمت اتسفقته كف، خليت الشرار يطلع منه. إيه؟ وطالما أنك خاطب بنت أخته للبيك وحاطط له مؤخر 500 ذهبة، ليش ما حكيت؟ ليش خليتنا نخطب لك بنت عمك ونتحمل خطيتها؟ يا بيب، هي أمي كان بدها هيك، قال حتى ما حدا غيرنا يخطبها. أما ولك الله يعدمني ياك أنت وأمك، ولك بهدلتوني وسودتوا عيشتي وبعدين معكم، بعدين؟ طلّاه. مين صبحية؟ ولك شو بدي بصبحية أنا؟ عم قلّك طلّاه. مين من بيناتهم؟ مين بيناتهم يعني؟ رويدة. لك أخي والله هيك ما بيصير، يعني لولا هالمشكلة كنا هلأ عم نزفها. طيب، أنت معك 250 عصملية ذهب تعطيهم للبيك نص مهر بنت أخته؟ أنا من اللي حسرة؟ إذا كان أولى أبنك طلّاه. طلّاه؟ بس إنه لك شو بس ما بس؟ بعد ما تطلق بس بس على كيفك. خلص طلّاه أبني طلّاه. رويدة طالب. إيوه منيح اللي رضي يطلقها وما عذبك. لك شو يعذبني؟ قال يعذبني قال إيه علي الجيري بمسع رقبته بحسب الله ما خلقه. يلا أختي يلا أمي روح لعند ابن نصري خطية بتلاقيها حلوة منكم. الله يستفل فيك يا صبحية يا بنت الدومري. يو تضربوا أنتو وبنتكن اللي بصح له يتجوز بنت البكوات ما بيطلع فيكن وبناتكن. خسارة يا جدي والله خسارة ويا حيف ضيعتوا هالحارة وضيعتوا هالسيف.